هاي، ممكن نتعرف عليكي؟ انا شايفك بنت جميلة جدا وانا نفسي اتعرف عليكي. انا اسمي وائل وانت اسمك ايه؟ انت رخم خالص، هو ايه اللي نتعرف كده على طول؟ ما ينفعش يعني. لا ما ينفعش. لا لا لا، انا صراحة معجب بيكي، ده حتى بصي عينيا خضرة وجميلة ازاي. ايه ده ايه ده سارة، مالها؟ كانت بتزعق لحد في ايه؟ مش عارفة، تعال نكلمها. ايه يا سارة؟ ايه يا جماعة، في ايه؟ اصل في واحد غلس كده وجاي يفرض نفسه عليا وعمالة ايه يعاكسني وبيقولي ممكن نتعرف على بعض. اهو الواد الشاب الرخم، اهو الشاب الرخم اهو. يا سارة، هو انت عرفتي اسمه ايه؟ لا معرفتش. وانت يا رحاب؟ لا معرفتش برضو. صراحة انتوا التلاتة جمال خالص وانا معجب بيكوا قوي. ايه ده، انت مش كنت بتقول انت معجب بسارة بس؟ صراحة الشباب كلهم غلسين وطماعين وما يعرفوش هما عايزين ايه بالظبط. لا صراحة انا بحب الجمال، والله يحب الجميلات، فانا بحب الناس الجميلة كلها. ايه يا ابني، في ايه؟ انت مالك بتعاكس في البنات ليه؟ انت معاكش اخت ولا ايه؟ انت مالك انت يا دبدوب يا رخم، انت مالك؟ يعني انت لو عاكست واحدة واستظرفت واحدة واعجبت بواحدة هقولك انت رخم اوي. هي الدبدوب جه يدي الواد الرخم ده على عينه. يدي مين على عينه؟ يديك انت على عينك، مش انت بتعاكسني يا قليل الادب. شكرا يا دباديبو يا جميل، اي خدمة يا اصحابي يا حلوين، احنا كلنا حبايب. يلا باي باي، سلام عليكم.